أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الإعجاز العلمي وما توصل إليه من حقائق علمية. يقول: الإعجاز العلمي وما توصل إليه من حقائق علمية، هل يصح أن يفسر بها القرآن ويكون تفسير صحيح؟ أولا تفسيره بالعلم لا، ما هو صحيح، ما هو بعلمي هذا، إلا إذا قصد به علوم الدنيا فقط، علوم الدنيا. أما علمي إطلاق فلا، العلم المطلق هو علم الشريعة. أما الصناعات والحرف والمخترعات هذه لا يطلق عليها العلم، لأن العلم لفظة العلم لفظة شريفة فلا تطلق على هذه الأشياء، ولا يفسر بها القرآن، لأنها أعمال بشرية ونظريات بشرية تختلف وتخطئ في كثير، فلا يفسر القرآن إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين. هذه أوجه التفسير الأربعة، هذه أوجه التفسير. وكذلك اللغة العربية التي نزل بها القرآن، فسر القرآن إما بالقرآن نفسه بالآيات الأخرى، وإما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، وإما بأقوال الصحابة الذين تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ورووا عنه تفسير القرآن، وإما بأقوال التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة ورووا عنهم تفسير القرآن، وإما باللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما النظريات فلا يفسر بها القرآن، لأنها تخطي وتصيب، وربما تأتي نظرية ثم تأتي نظرية بعدها تكذبها وتبطلها. نعم.